دكتورة بحب الأكتينج. أنا ميمي بحب الدانسينج. أنا ميما بحب الغنى والموديلينج. ربنا يستر. والآن مع الفزورة الأولى لهذه الليلة، اسم المهنة إيه؟ كل يوم عندك فرصة تكسب معانا 30,000 جنيه، والجايزة الكبرى في آخر رمضان عربية شيفروليه كابتيفا. اتعرف على مهنة أول فزورة مع ميرا اللي بتحب التمثيل. ميرا بتلعب دور أنسة كاميليا أول مرة. أنسة كاميليا إزيك؟ أنا الصوت اللي بيعرف شخصيتك على جمهور. اتفضلي وأنا أسألك علشان أبين شخصيتك. لازم تبقى عارفة ان ما ينفعش التمرين وانت شايل على كتافك تنشن. غمضي عينيكي وسيبي نفسك خالص، عايزاكي تهدي حواسك خالص خالص. انسة كاميليا، ممكن نبدأ الحوار؟ بس علشان الوقت يعني معلش هعطلك معايا لان لسه ما خلصتش، قدامي ربع ساعة كمان. اتفضلي حضرتك، انا هتفرج من هنا. يلا 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 نوقف اماكننا، نسمع مزيكا، نبدأ حركتنا. استرتش الرجلين عالوينجين، استرتش الرجلين عالوينجين، استرتش الايدين عالوينجين، استرتش الايدين عالوينجين، نطلع عالفكين نريح ثنيتين و فكي 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 فكي. هما بيفكوا ايه بالتحديد يا فندم؟ بيفكوا عن نفسهم. تقوم الراحة النفسية تشتغل والعضلة تسخن من غير ما تقفش على حد. شيء مريح جدا للأعصاب. يلا 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 نغير مزيكتنا، ننظم نفسنا ونبدأ عدتنا. نفس عميق نكتمه ونسيبه، نفس عميق نكتمه ونسيبه، شهيق زفير نكتمه ونسيبه، شهيق زفير نكتمه ونسيبه. نطلع على الرئتين ناخد نفسه شدي 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 شدي. حضرتك التمرين ده في احتمال ان يعمل مشكلة لبعض الناس؟ لو ما خدتش النفس جامد وكتمته صح وبالاصول طبعا ممكن. انا اسف اذا كنت بعطلك اثناء شغلك. نو بروبلم، ما يهمكش. يلا كلاس، يلا يلا يلا
نمد البوزلي برا، بطن تخش لجوه، نضحك ضحكة حلوة بتضحك. نمد البوزلي برا، البطن تخش لجوه، نضحك ضحكة حلوة، نفريد الذراعات ونشد العضلات. طبعاً كلبشة ونشد العضلة، نرفع الأبر نشد اللور. رخي 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 رخي. انا ما كنتش عارف ان الموضوع لذيذ كده. ايه الليونة دي؟ ايه التناغم البديع ده؟ انا بحييك يا فندم على امكانياتك المتعددة. طول ما البيز واضح كله يهون علشان الرشاقة. يلا كلاس، شدي شدي نفسك من الهواء في صدرك، خطوة على الامان، مناخيرك فوق قدام، اكتب النفس خالص و فتي. الكلاس ده فتح نفسي على كل انواع الرياضة يا فندم. ده شيء يسعد. طب ممكن اخد درس خصوصي علشان في حركة عجباني ونفسي اشوفها تاني. اوي اوي انصرف يا كلاس. طب اعمل ايه انا دلوقتي؟ افتح البرجل، الف الرجل شنكل، الوسط يتحنجل، ولف مكانه، هز الوسط نص. هم مشيوا كلهم. افتح البرجل، الف رجلي شنكل، الوسط يتحنجل، ولف مكانه، هز فوق النص، وقف نفس هص، قول معايا وبص، هوبا ايه هوبا هوبا ايه هوبا. انا وراك لحد ما خسافك، او هوبا 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 هوبا. اختار اجابة واحدة للفزورة الاولى. اسم المهنة ايه؟ 1. هل هي لعبة جمباز؟ 2. هل هي مدربة ايروبكس؟ 3. هل هي فنانة استعراضية؟ اختار اجابة واحدة واستنى الفزورة التانية بعد الفاصل. والآن مع الفزورة التانية لهذه الليلة. الرقصة الشعبية منين؟ كل يوم عندك فرصة تكسب معانا 30,000 جنيه، والجايزة الكبرى في آخر رمضان عربية شيفروليه كابتيفا. حذر فزر، البلد اللي جاية منها الرقصة في تاني فزورة مع ميمي اللي بتحب الاستعراض. مرور كاملة فضل. ميرا بتعمل فزورة الاستعراض تاني مرة. اختار اجابة واحدة للفزورة التانية. الرقصة الشعبية منين؟ 1. هل الرقصة دي من امريكا؟ 2. هل الرقصة دي من اسبانيا؟ 3. هل الرقصة دي من الهند؟
اختار إجابة واحدة واستنى الفزورة الثالثة بعد الفاصل. والآن مع الفزورة الثالثة لهذه الليلة، نوع المنتج إيه؟ كل يوم عندك فرصة تكسب معانا 30,000 جنيه، والجايزة الكبرى في آخر رمضان عربية شيفروليه كابتيفا. اتعرف على نوع المنتج في الإعلان في ثالث فزورة مع ميما اللي بتحب الإعلانات. رول كاملة، اتفضل. ميمي بتعمل فزورة الإعلانات ثالث مرة. أنا برقص رمبا أحيان يا إخواتي على سنجة عشرة، أنا برقص رمبا أحمنها حماتي، رح تاكل منها هتاخدها مني وأنا هاخد بومبا، اديني تاني طعمها عجباني، هاكلها لوحدي وهديلها بومبا. اختار إجابة واحدة للفزورة الثالثة، نوع المنتج إيه؟ واحد، هل هو إعلان محل ملابس؟ اثنين، هل هو إعلان شوكولاتة؟ ثلاثة، هل هو إعلان مسحوق غسيل؟ اختار إجابة واحدة وابعت إجابة الثلاث فوازير على الأرقام التالية علشان تكسب 30,000 جنيه والجايزة الكبرى في آخر رمضان عربية شيفروليه كابتيفا. بكرة ميرا ومي ميما ومريم هي واحدة.